مشاهدينا الصحة شريبتكم ومرحبا بكم في هذا الجديد من برنامج الكاميرا الخفية الحبس. الفيكتيم تاع نهار اليوم مش هذا الأفاضل، هو أحد أفراد ذا فايف اللي شاركوا في إكس فاكتور سيغ الريزو سوسيو، يحبوه بزاف ناس. هو بي إن بي راهو جاي على أساس أنه راح يلعب لعبة إسكيب روم ألجي مع فنان آخر، ولكن ما لابالوش بلي الفنان فيك كالعادة. راد ماكس أو الشاب رضوان راح يطيحوا في مقلب الكاميرا الخفية، شوفوا معنا. على سلامتك البي ام دي، حبيت برك نقول لك هنا ماشي الاكس فاكتور، هنا الحبس، وراح تتلاقى مع فنان لا علاقه له مع الفن. ارجع 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 خويا نسيم، خويا فارس من الكبار والهمه والشامه، انك ويا قد بروبلام. هيا ياسين ابدا الحصه، ولا راد ماكس يدورها تبرح نتاع الصح. باش البي ام دي غير يعطينا مقطع من اختيار الحسره تسرح، نطيحوا 9 نظورها 10، تعكسنا مكملنا فيهم مكره، تجحنا نفر الاخر نجوح يبره، لحياتي واحدة مش زوج، رحلة صغيرة وتجوز، غلطات لي درتها مكنوز، ما عليش نخسر في الديبي مادا في الاخر نفوز. تتكبر تتكبر خلي هادي في الوسط بالك. لا لا قبل هضرتي معاه قبل لك شغل عاوش تدخل عريض وخشين حقرتني انا ودي تحقروا يعني علاش نحقرك خويا؟ انت راح تحقروا اصلا واحد من ماما ما يقولش لوحدك تكبر على اللي راه يشوف في روحه ناقص. نو القعده تاعك تاع تكبر قعد واش غندير لك خويا انا تلقى روحك نورمال ما بالك انت روحك تمشي نو مصغر روحك حقر روحك تكات من تكاش خويا انت تلعب مني ما خفش منك يا اخي مي كونك طبيعي انت راك قلت لي انت بديت لي ديجا ديجا حنا نحكيو معاك نورمال وانت انا وانا وانا ردوا اليوم جا محرج بدا يهبل في الضيف على البكري. راد ماكس شكون هو الفنان اللي راك حاب دير معاه ديو بي ام دي؟ نو ثانكس. وعلاش ترفض؟ تو سامبلومون باسكو جون مي سمعت بيه ما باش شي يغني نهضرها لك نيفو با كشخص ماشي ميوزيكالمون. يا ياسين انا الاخلاق تاعي والتربيه تاعي ما يلك اللهم 9 وحده فيهم في زوج ما عندك لا اخلاق لا تربيه نحبط حتى نهضر معاه ونعاود نولو ندير هكذا يدي نهضر معاه. اخر تهم لك بي ام دي هو انه ابوك عاونك باش تلحق لوين راك ليه الان. نقول لك بابا عاوني في حاجه واحده انه بابا كان ميوزيسيان بكري وبالك ديت من عنده الحاجه هذه مالغري حنا ما قالولناش بابا حب الصغير ما قالولناش حتى كبرنا حنا قالنا بلي بابا كان ميوزيسيان ايتو نحسوا باللي راهو يحس شغل تال بيغ تال فيس تال بيغ تال فيس بيان سور هو يطبل وانت تغني ياه كاريتها ها بابا يطبل بابا تطبل هذا يا اخو وش بيه تضرب لا 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 ما دراش هذي ما دراش هذي هدرات هدرا عليا. من بعد ما بردت شوية الحالة عادت المياه إلى مجاريها وكملوا الحصة. ربي يسلكها على خير على وش راهو جاي. أنا كنت قاعد هكذا قاعد أنا بديت حكيتي معايا أخي ما رجعت لكش أنت صوتي تاني صح مجيش في الحويجة صح هو قالها انت قلت شوف لا قلت شوف لا. انا نقول لك حاجه انا حبابي مش خربط ليش فيهم انا نصبر على حبابي مش خربط ليش فيهم بصح انت قلت ايه قلت قلت لك تال بيغ تال فيس قلت لي شوف شو نقول لك تال بيغ تال فيس ايه جو سوي فيها اسمعني خلاص انا غلط نورمالمون ما نوصلش حاجه هذه من الغالب وصلت لنا خويا ما نكذبش عليك اطلب السماح مازال ما طلبش مني سماح مازال اسمح لنا اللي ضربناك خاطر انا اللي غلط ماشي معناتها انت ماشي غلط انا غلط نورمالمون نكون كبر منك سمع انا ما غلطت سمع انا ما غلطت انت غلط من الاول ثاني ميسي مشاهدينا من فقره انترفيو الى فقره التحدي تفضلوا معي. عادة دخل الضيف بتاعنا البي ان دي مع راد ماكس للحبس وياسين فهمهم قواعد اللعبة وبدات اللعبة بخير وعلى خير. انا شغل بريت من الحاجة هذيك اكثر منك والله راني خلفت راني خلفت ما تزعفش مني
دوك اذا زعفت مني مهادي شحال في عمرك؟ ما تزعفش مني هكذا ما تسلي ما نسلك نقولوا لياسين ياسين عبزوا ايه راحوا هكذا ما تسلي ما نسلك ولا زعفت ثاني مت لو كان درتها بضحكه نضحك معك بصح هذه بصح لا مت كي شربت هذه الماء مت ما صار لك والو ما صار لي والو عجبتك نحيت شويه على روحك نحيت شويه على روحك صحيت كملوا نخرجوا بصح البي ان دي ما على بالوش باللي الريد ماكس عنده كريز دازي باش يزيدوا يهبلوا البي ان دي ياسين طفى الضو وينك دوان دوان دوانك بيان مفتوح الباب هذاك شغل اجبد غير هذيك العفسه تفتح لك البي ام دي حب يخرج وياسين سي يعاونه اروح حسب كادنا علاش ما قلت لي زيد افتح منا زيد بس كل لازم من الداخل يا ودي الضو وي وينك؟ نسكنك في حياتي، نسكنك في يومك كلمي راك نسكنك في حياتك تنومني دايماً معلش، كلمي راك محمد ايش بيك بك؟ كلمي راك كلمي راك منك كلمي راك ها؟ صبري بي ام دي انت فنان كبير وباباك نقدروه ونحترموه وربي يحفظه لك وصحة رمضانك الله يسمح لك يعني مش كتشكا والو الله والو شغل سيرتو في الانترفيو شغل انا باسكو ما نكذبش عليك صادفوني 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 بزاف ناس بالكاركتر هذي اللي يستفزك بصح جامي قدروا شغل يوصلوا لي انت شغل قستني حكموني و والله اسمح لي بزاف ما قدرتش والله راك مشوكي الله يسمح اقعد 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 دوك انت راك مشوكي دوك انت اللي راك مشوكي صحة رمضانكم صحة فطوركم و سامحوني